ليه بس مستحيل؟ هوريك احلى رسمة اقسم بالله. يلا بينا. انا عايز اقول لكم الاول ان الالوان دي ساعدتني جدا ان انا اعمل رسمة يعني احط فيها الالوان دي كلها وانا مستريح. بالنسبة للبشري طبعا في البشرة، والرسمة زي ما انتم شايفين فيها اجزاء كتير، يعني مفيهاش كلها مثلا تتلخص في لونين. تعالوا بقى نحط اللون الاسود في مكانه بالنسبة للشعر مثلا او المرجيحة اللي هي قاعدة عليها، وبعد كده بقى نختار اللون الازرق. اللون الازرق يا جماعة حبيت ان انا اعمل بيه الستان بتاع البلوزة والجيبة نفسها. اما بقى يا جماعة اللون البينك انا حبيت ان انا احطه في كذا مكان لان الاماكن عندي كتير جدا، فحبيت ان انا احطه في البلوزه والصندل والشجره، وبعد كده اخر اللون اللي هو الاحمر اعمل بقى بيه ودن القطه وورق الشجر. وتعالوا بقى نظلل ونشوف النتيجه. وبرنامج حلو قوي للتلوين سايبه لك في صفحتي تحت صورتي، وما تنساش تتاكد انك متابعني وتعمل تعليق بالوانك المفضله.